فلا يبقى في النار إلا المشركون. المشرك ده بكون قاعد ده ما بيمرك. عشان كده يا أخواننا العاقل من يفر من الشرك، والله ده العاقل من ينتبه لخطورة الشرك. قال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. شرك ده خطر، خطر. عشان كده عمل حسابك. والداعي العاقل هو الذي ينقذ الناس من الشرك. أولا أول حاجة اعمل حسابك، أوعى تقع في مظهر من مظاهر الشرك. ليه؟ لأن المشركين ديل بيكونوا قاعدين في جهنم، ديل ما بيمرقوا، ديل ما بيمرقوا كله. ربنا قال: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسير. أعمل حسابك. والليلة بقى عندنا الشرك ميسور في البلد دي، ساهل. القنوات بتاعتنا للأسف شغالة شرك، الإذاعات إلا ما رحم الله شغالة شرك عادي. بناديهم بناديهم في كل قضية، بناديهم حيين ميتين بناديهم، بينادوا في أولياء من دون الله عز وجل. يا أخواننا ده اللي بيخلي الزول في جهنم خالد فيها ما بيمرق منها إذا وقع في الإشراك بالله عز وجل. أي شيء تاني ممكن تدركك الشفاعة، أي حاجة تانية دون الكفر ودون الشرك. ربنا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به. تعرف الآية دي؟ ابن عباس قال: هذه الآية من أرجى الآيات في كتاب الله. يعني آية فيها رجاء، رجاء كثير، فيها أمل، زول يؤمل في الجنة من هذه الآية. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ليه يا أخوان أنا قلت الكلمة دي بالذات؟ أبو هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ من البنال الشفاعة؟ قال: ظننت ألا يسألني هذا السؤال غيرك يا أبا هريرة، لما عرفت من حرصك على العلم. قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي. لا إله إلا الله نظيفة، ما فيها تعلق ببتاع قبة، ما فيها تعلق بشيخ مصورينه فوق، ما فيها حجبات، ما فيها تمايم، ما فيها حلف بغير الله، ما فيها توكل على غير الله. لا إله إلا الله نظيفة. ده بيسعد بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم شفع فينا رسولك عليه الصلاة والسلام. هذا أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد هذه الشفاعات يقول الجبار تبارك وتعالى: شفعت الملائكة، شفع النبيون، شفع الصالحون، ولم يبق إلا رب العالمين. فيقبض الله تبارك وتعالى، يقبض قبضة من النار من رحمته، فيدخلهم الجنة برحمة الله تبارك وتعالى، ويبقى في النار المشركون الكفار خالدين فيها أبد الآبدين. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم انقذنا من النار ومن شرها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من المكرمين، اللهم اجعلنا من المرحومين، اللهم اجعلنا ممن ينال الجنات العلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.